زيارتنا اليوم لعائلة كيال من حيفا، بس بالأول سلفي تعارف. لولو look at that. بالرغم من إنه بيرم كيال لعب على أهم منصات كرة القدم العالمية في أوروبا ولعب أمام نجوم وفرق كبيرة مثل برشلونة وميسي، إلا أن اللعب مع أطفاله بيعني له أكثر بكتير. تعالوا نشوف كيف بيرم وأنجيلا رح يسجلوا أهداف تربوية مهمة من خلال اللعب مع بيرلو وإليان. شو رأيك تعنتي بابو إسا ورقة؟ تعنتيني ورقة؟ نعمل مع بعض الكارتش. يلا قلنا شو نعمل؟ أنا بعرف شو نعمل. وبعد من هون نعمل هيك، بس من هون زين هون أكبر، بس من الأكبر مش لا كله. وبعدين ثلاثي أكبر من هيك. عمتيت لابني أول إشي يعرف إنه هو موهوب، وهو بيسمي حاله مرات الليدر القائد، فإحنا بنعطيه كمان إحساس القائد، لأنه هذا الإشي بيجي معاه كمان وممكن يساعده في حياته لقدام. شفنا في هذا المشهد تفاعل العائلة كفريق عمل متآزر وناجح من خلال الجمعة العائلية اللي بتوفر الأمن العاطفي، يعني كل واحد منهم بيشعر بانتمائه لهذا الفريق. شو القصد؟ القصد إنه كل فرد من الأفراد الفريق بيشعر بالأمان في التعبير عن أفكاره والتجريب والمحاولة سواء نجح أو فشل، بدون الخوف من إنه هذا الشيء يأثر على مكانته في العيلة. نعملها تريك عشان نعملها تريكينج وبلا توقع منهم. يا بيبي بده يخلص بالاول، وبس يخلص بيبي بننزل على البلاي جراوند. ايش ناخذ معنا؟ ناخذ معنا الطابي. على الاهل دعم القدرات المتنوعه عند الطفل، الرياضيه والموسيقيه والاجتماعيه والذهنيه. ممكن نظر للاهل كمرآة للطفل، مرآة اللي من خلال انعكاسه فيها بفهم مين هو. الاهل هن اللي بيعظموا الطفل وبيفخموه، يعني لحد ما الاب والام قال الولد قديش هو شاطر ورائع، الولد ما كان يعرف. دورنا كأهل كبير ومهم، لأنه من خلالنا بيبني الصورة الإيجابية لنفسه. الكل بحكي لنا عن أهمية اللعب مع الأطفال، لكن أنا بدي أسلط الضوء على كيف بنلعب معهم، لأنه الكيف هو الأهم من اللعبة. لما بنلعب مع الطفل مهم نعيش اللعبة ونلعبها بمرح تفاعل ومتعة، ونلعب لأنه حابين اللعبة. هذا اللي بيخلي التفاعل يكون ممتع وذو جودة، وبيقربنا من أطفالنا لأنهم بحسوا فينا وبنبسطوا أكتر معنا لما نكون متحمسين ومستمتعين. ولما العيلة كلها بتلعب سوا وهي مستمتعة، المكاسب بتكون مضاعفة. عادة لما بنكون مع بعض بنقضي وقت، أغلب الوقت اللي بنقضيه بنحب نقضيه مع الشغلات اللي الأولاد بيحبوا يعملوها، يعني زي الرسم، الليجو. إذا بيرم كان متواجد معنا كعيلة بنحب نطلع على البارك بنلعب فوتبول أو نلعب معهن بالبلاي جراوند. أقضي وقت أكثر مع الأولاد، لأنه بالنسبة لإلي هاي الفترة مش راح تعاود ترجع، مش إنه نشوف أولادنا عم بيكبروا ونحسن بكل يوم ويوم. وصلنا الدقيقة 90 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، يعني الكل استفاد. شكراً لبيرم، أنجيلا، بيرلو، إليان على الاستضافة الممتعة والمفيدة. تعلمنا منكم إنه كأهل ما نكون لاعبين احتياط، بل لاعبين فعالين عارفين شو بدهن ومستمتعين حتى أكثر من الأولاد. شكراً كمان للأخصائيين على مداخلاتهم المثرية. نراكم في حلقات أخرى من سوا فعاليات عائلية ليوم يوم. انبسطنا كتير. باي باي ماما.